أهلا بكم في المناظرة اليومية. عاصفة سياسية في إسرائيل وحملات إعلامية تهاجم المذيعة التلفزيونية بشرى كوتلر في برنامجها التلفزيون المجلة على القناة 13 حين خاطبت الإسرائيليين قائلة: ترسلون أولادكم للخدمة العسكرية في الجيش في المناطق الفلسطينية ثم يعودون إليكم كالحيوانات وحوشا بشرية، هذه النتيجة الطبيعية للاحتلال. وأدلت كوتلر بهذه التصريحات في نهاية تقرير حول الاشتباه بقيام جنود إسرائيليين بالاعتداء بالضرب الوحشي على معتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين. وقالت القناة 13 إن ما تحدثت عنه كوتلر يمثل رأيها الشخصي وليس موقف القناة، مؤكدة أن لها حق الحرية في التعبير عن موقفها. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعليق بالقول: أنا فخور بجنود الجيش وأحبهم كثيرا، ينبغي شجب تصريحات كوتلر. ولنقاش هذا الموضوع مع في الاستوديو الدكتور روفين بيركو باحث عن السياسي الإسرائيلي، مرحبا مساء الخير بك. وسيد إيال عليمة مراسل الشؤون العسكرية وخبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية، مرحبا بك. أبدأ معك سيد إيال، ضجة كما ذكرنا ضجة سياسية حتى نتنياهو عقب على هذا الأمر. في البداية دعنا نقول هي صحفية إعلامية، أين حرية التعبير عن الرأي وأين حرية التعبير عن الرأي للصحفيين؟ على سبيل المثال في الولايات المتحدة، إذا ذهبنا إلى الولايات المتحدة في CNN وفي فوكس نيوز ربما يقال أصعب من ذلك من قبل الإعلاميين ولا يحدث شيء بعد ذلك. وأن يبدو أن هناك ربما حرية تعبير وإن كانت محدودة، يبدو أن المذيعين والصحفيين في معظم الحالات يفرضون القيود على نفسهما، بمعنى أنهم لا يجرؤون في التعبير بشكل حر أو مطلق عن رأيهم ومواقفهم. رأينا أن إدارة القناة قالت إنها عبرت عن مواقفها الشخصية وهذا لا يمثل مواقف القناة، وبذلك انتهت القصة من ناحية إدارة القناة دون أن تتخذ أي إجراءات عقوبية. هذا يثبت بأن هناك مجال للتعبير عن نوع من الآراء الشخصية، ولكن يبدو أن في بعض الحالات ربما الصحفيين أو المذيعين يمتنعون عن ذلك لأسباب شخصية أو لأنهم، ويبدو لي أنه في معظم الحالات آراءهم تنطبق والموقف العام فيما يتعلق بالقضايا الحساسة الأمنية، القضية الفلسطينية بلا شك. نعم دكتور روفي، دعنا نقول كوتلر هي مثال من كثير من الأمثلة في الأونة الأخيرة. نذكر ما ذكره يائير جولان، جنرال يائير جولان، حينما تحدث عن تيارات في الجيش الإسرائيلي وهجم بشكل واضح، وكان بعد ذلك أحداث كثيرة. هل في إسرائيل في ظل وجود اليمين، حتى من يسميه باليمين المتطرف، هذا الصوت غير مقبول ويجب عدم الإدلاء به أمام الشارع الإسرائيلي أو حتى أمام الإعلام حتى يتهمونا بالخيانة؟ لا، أول شيء المقارنة بين ما قال نائب رئيس أركان جيش الدفاع وأقوال صحفية، يعني لا مجال للمقارنة بيناتهم. هو أنذر من توجهات ولم يوضح هذه التوجهات، وكانوا يلمح أنه في هناك توجهات متطرفة يمينية ولكن ليس بهذا المنهج وليس بهذا التعبير والأسلوب. هذا من جهة. من جهة ثانية ذكر هنا الإعلام الأمريكي والغربي. في الإعلام الأمريكي أنا أعرف من تجربة شخصية ومن متابعة الأمور، هناك مواقف يعني قومية مخلصة لأمريكا، patriotism، يعني لا نجد هناك من يرمي في داخل الدبابة كما نقول نحن الإسرائيليين. هم يعني ليس هناك حالة واحدة اللي من خلالها يقوم إنسان في السينات أو الكونغرس
ويؤيد القائدة. على سبيل المثل ما يجري عنا في الديمقراطية الإسرائيلية، هناك أعداء كنيست عرب يؤيدون الحركات الإرهابية التي من شأنها أن تقتل إسرائيليين. هذا هو حجم الديمقراطية الإسرائيلية للأسف شديد، تسمح بهيك ظواهر. أما بخصوص الصحفية بذاتها، مع كل احترامي للصحفية، أنا يعني مجرد لهذه البرامج لم أهتم بها أبدا منذ حياتي، ولكن من أجل هذا البرنامج فتحت سيرة حياتها. إنسانة محترمة لها يعني حقوق، كانت ضابطة في جيش الاحتلال الغاشم الحيواني البهيم التي كانت تنتمي له وبصفة ضابط. لكن هي قامت بالتوضيح، هي قامت بالتوضيح، لم تقصد كل الجيش. عندما عممت وقالت أن هؤلاء في الاحتلال، تراجعت عن كلامها، وهذا الأمر لم يبين عندكم في التقرير تبعكم. تراجعت عن كلامها وأرادت أن تركز فقط في هؤلاء الذين في كتيبة واحدة استثنأت الجيش من الفئة التي يقوم بذلك وإلى آخره. شوف إلى الصميم، أول شيء أنا دائما أقول في هذا البرنامج الكريم أنه فيش احتلال، لم نحتل شيء من الفلسطينيين. لم يكن الفلسطينيين دولة، ولم تحتل دولة أو شيء كان في حوزاتهم قبل، ولذلك استعمال كلمة احتلال بالنسبة للفلسطينيين حتى يافا اللي احنا موجودين فيها هي منطقة، وهي ولدت هنا في يافا، وهي تقتل على ما أدري في تل أبيب. بالنسبة لهم كل هذه المناطق هي محتلة للفلسطينيين، فهل هي وما تمثله هي يعني هي عايشة في منطقة الاحتلال؟ هل ذلك يدل إنه هي أو من لديها لها يعني من ينتمي لها كما قالت أولادي، ولا يعني ما أعرف، ليس لها بنين ولكن تقول أولادي و سيدي الفاضل فيش احتلال. كل ما نسبت للجيش الإسرائيلي اللي هو أخلاقه معروفة، ولم تقل كلمة عمرها عن تصرفات الذين يقومون وجيش الدفاع الإسرائيلي يحميها منهم، من أمثال المغتصب اللي قام بعملية قتل واغتصاب شابة يهودية وشابة صغيرة، لم تقل كلمة عن هؤلاء. وأنا بسأل سؤال في هذا استوديو الكريم، كيف لها جرأة مع كل احترامي للصحفية ما من مكانت ولها حقوق التعبير عن الرأي، لا أعرض ذلك، كيف لها جرأة تتشجب جندي أو جنود الذين يحمون من الحيوانات المفترسة الإرهابية في الطرف الثاني، وكأنها ترى الصورة من طرف واحد، فيش عدو، فيش مخربين، فيش إرهابيين، فقط الجيش هو نصب عينها. وصل لك رد سيدي. لا، أولا لا أريد أن جرى إلى هذا الجلد حول قضية الاحتلال. الاحتلال بنظر الدكتور بيركو، وهناك مجموعة كثيرة تل أبيب ويافا هو احتلال، لحظة ترى بأنه ليس احتلال، وإنما العودة تاريخيا إلى أرض الأباء أو الأجداد كما يقال، هذا من حقهم أن يفتكر. هي استعملت كلمة احتلال، لذلك تتركت إلى ذلك. من الجانب الثاني هناك من يرى أن الإرهابي لم يكن إرهابيا، وإنما مناضلا ومقاوما من أجل حقوقه ومن أجل حقوقه الشرعية التي يناضل من أجلها، ولذلك الفرق ما بين الجندي المخلص الإخلاقي والإرهابي هو بنظر كل واحد يعني ينظر إلى الموضوع وفق رواية بشكل الشخص. ولكن لا أريد الخوض في هذا الموضوع. لا، أنت دخلت فيه. لحظة. وكيف تدافع عن صحفية اللي لا تشجب الطرف الإرهابي وتشجب جنود الذين يحمونها؟ دكتور بيركو، دعني لا أريد خوض هذا الموضوع، لأننا سوف ننتقل إلى الجدل التقليدي دون أن نجدد شيء فيما يخص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خلال عقود ومعروف خلال أكثر من قبل. لكن ماذا أثرت؟ ماذا أثرت؟ المثير في هذه القضية بنظري مثير فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي، الردود في أعقاب هذه التصريحات أو هذه الأقوال أخوال أشرت كوتلر، الغضب
والاستياء الذي أثرته هذه الردود، كأنها مست بالمقدسات الأكثر قدسية فيما يتعلق للمجتمع الإسرائيلي وهو الجيش الإسرائيلي. وهذا باعتقادي أولا يشير إلى الطابع العسكري للمجتمع الإسرائيلي، من الجانب الثاني يشير إلى عدم وجود تسامح، عدم وجود تسامح للرأي الآخر والتطرف الآخذ بالازدياد. قبل بضعة أيام نشرت تقارير بغض النظر عن هذه التصريحات بأن المجتمع الإسرائيلي أصبح اليوم مقارنة مع 20 عاما إلى الوراء أصبح أكثر متطرفا، بمعنى أنه لا يقبل مواقف وأراء الآخر، ليس فقط فيما يتعلق بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني ولكن داخل المجتمع الإسرائيلي أيضا. رأينا كلمات الكهرهية الموجهة إلى اليسار، رئيس الوزراء بنفسه أصبح أو جعل معسكر اليسار وكأنه معسكر خائن غير شرعي، لا يوجد له مكان ولا توجد له حق في التعبير عن آرائه. لذلك يبدو لي أن الخطير فيما يتعلق بهذا الموضوع هو ليس الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني وإنما المجتمع الإسرائيلي بحد ذاته، إلى أين وصل، إلى أين يتجه. هذا هو الخطير، هذا هو الأمر الذي يثير القلق، قلقي كمواطن إسرائيلي. نعم دكتور روفيل، قبل لحظة أريد أن أذهب بك بذات المنحة. قيل منذ قيام دولة إسرائيل بالنسبة للجيش الإسرائيلي وذكر المقدسات بأنه جيش الشعب، لذلك كانت ربما ردود فعل قاسية بعدما قالت أشرات كوتلر، لكن اليوم إسرائيل تتواجد في مكان آخر، ليس كما كان قبل 5 أو 6 عقود بأنه جيش الشعب، وحتى أصوات مجردات في الجيش الإسرائيلي تقول بأن هذا الجيش لم يعد اليوم جيش الشعب كما كان في الستينيات وفي السبعينيات، والأمور تغيرت ومن داخل هذا الجيش هم ليسوا قديسين. هذا غير صحيح، الجيش ولا يزال جيش الشعب لأنه كل عائلة تبعث ابنها إلى الخدمة العسكرية، ولذلك هو لب الانتماء والاهتمام، لأن كل عائلة يهودية إسرائيلية تبعث الأغلياء منها إلى الخدمة العسكرية. هسا المستوى الأخلاقي تبع الجيش هو لدرجة لم نره لها مثيل في الدول الأخرى، لا في الدول العربية ولا في غيرها. عندما يغلط جندي يحاكم على الفور أمام الناس. هذا النقطة، هذه نحن نرى الفرق، ولكن عندما نتطرق للصحفية الإسرائيلية التي تبث وتفسر وتقدم أخبار في القناة في الإعلام الإسرائيلي، إذا يعني اعتبرناها الرأي الآخر فنحن ننظر إلى ذلك بمنتهى الخطورة. هي بمعنى آخر كما فهمنا من أخونا السيد إليال، هي تمثل الرأي الآخر اللي هو أصلاً رأي العدو، لأنه وهذا بدوش رئيس حكومة تفسر ذلك. مين اليوم يسمي جنوش جيش الدفاع بأسماء وشتم وصب وأقوال قبيحة على الجيش؟ العدو اللي يقف أمامنا يقتل الأغلياء والمواطنين الإسرائيليين العزل، وهذا بالنسبة لها هو يعني تكتمها تجاه هذه الجرائم التي ترتكب ضدنا. لكن وجود الجيش هو ضد الظواهر التي لم تنتهي لحد الآن. الجيش يقوم بوظيفة الحماية عنها. جملة أخرى، هي عقبت على تقرير خلال البث، والتقرير كان لكتيبة أو وحدة أو فرقة، لا كان تعميم، ولكن لحظة بعد ذلك تراجع. نعم انسحب. لا، هي أعطت هذا الأمر بعد تقرير عن كتيبة معينة، ولو شاهدت الصور ربما أنت كنت تعاقب. شاهدت الصور، كنت تعاقب بذات كثير. مش عارف نتسح يهودا. لكن الصور حتى ليس فقط إشراك كوتلر، ورأيت ذلك خلال التعقيبات، ربما أي شخص آخر حتى من اليمين يمكن أن يقول مقالته إشراك كوتلر على تصرف في الجنود. من ناحية المعطيات، هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم التي وصفتها ولكن لم يسمى هؤلاء بهذه الألقاب، الجيش يعالج هذه الأشياء التي يعني نعتبرها مخالفات قانون عسكري. ولكن عندما بدي أسبق لما قلته ملاحظة يعني مهمة جدا،
أنا مع حرية التعبير، ولذلك أنا أرى فيما قالته خطورة فقط شأنها تعبر رأي اللي بأيد وجهة النظر العدوانية التي يقومون بها أعدائنا ضدنا، وتشجب الجيش ولا تشجب هؤلاء الذين هم سبب وجود هذا الجيش لحمايتها. يعني الصورة هنا الكيل بمكيالين، وعندما تقف على الوسائل العامة الإسرائيلية وتصب في جنود جيش الدفاع، هذا طبعا يثير غليان في المجتمع الإسرائيلي، هذا هو السبب. نعم. ولكن حرية التعبير محفوظة لكل إنسان في هذه الدولة، حتى حد معي لا فيش حدود، ولكن أرجو ألا تتعجب عندما تأتي ردود الفعل من خلال نفس حرية التعبير. نعم سيد إيال، أردت التعقيب بالنسبة لهذه النقطة. ربما ملاحظتين. أولا، هناك في علم النقد الأدبي هناك بعض المصطلحات، مصطلح يسمى بالأوكسيمورون وهو النقد الداخلي الذاتي، عندما يقول مصطلح الجيش الأكثر أخلاقيا، باعتقادي هذا تناقض ذاتي، لا يوجد، أولا لا يوجد جيش أخلاقي، الجيش مهنة الجيش هو لم يخلق للأخلاق، أن يقاتل لحظة جيش الذي يحميك من الموت ومش أخلاقي، هذا هو هذا البقاء مش أخلاقي، لا يوجد هناك تناقض بين الحرب وبين الأخلاقية. هذا أولا. الشيء الثاني، هذا هو يفرض لحظة جيش يفرض خلال أكثر من 50 عاما الاحتلال الغاشم العنيف على الشعب لا يريده، ويقوم بسلب الأراضي بسلب الحقوق، لا يمكن وصفه إلا بجيش يفرض. لا أعتقد أن الجيش له سياسة أو إرادة، ولكن في نهاية الأمر ينفذ سياسة الحكومة، وهي سياسة عنيفة وسياسة غير أخلاقية وسياسة لا تهتم بحقوق الآخر. هذه بما يتعلق بهذا الموضوع. النقطة الثانية، يبدو لأن الموضوع هي ليست قضية الجنود هؤلاء الخمسة، وإنما إلى أين، ماذا أصبح في المجتمع الإسرائيلي بعد سنوات الاحتلال الطويلة. يبدو لي، وهذا ما يقوله علماء وأخصائيين في مجالات مختلفة اجتماعية ونفسية إلى آخره، بأن هذا الأمر في نهاية الأمر له تأثير على المجتمع الإسرائيلي داخل المجتمع، أصبح أكثر عنفا، أصبح أكثر كراهية، لا يستطيع قبول الموقف الآخر، وهذا ما نراه حاليا في المجتمع. قبل التعقيب أريد أن أذهب بك إلى ينتصر الموضوع، هو مهم بجملة واحدة. شوف، اللي بوصف جيش أي كان كأوكسيمورون، يعني وكأنه منفصل عن الواقعية، يعني في هذا من أوصاف اليسار أنهم عايشين بالغيوم وكأنهم لا يعرفون التهديدات الموجودة على الشعب الإسرائيلي، وذاقوا منها الكثير من المرارة، شافوا تفجيرات وقتل الأبرياء، مؤخرا اغتصبت بأيادي ضحايا الاحتلال كما يوصفها، اغتصبت بنت يهودية، ذبحت، قتلت واغتصبت. وماذا بالنسبة للاستيطان؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، أرجوك، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هم الأذكياء الوحيدين في هالمعمورة الذين يعرفوا معنى التحديات الأمنية التي تقف أمام إسرائيل؟ انسحبنا من قطاع غزة، أنت لا تريد أن نرجع إلى المربع الأول، انسحبنا من قطاع غزة واستلمنا مقابل ذلك إرهاب مستمر. هم عايشين في أحلام، في أوهام، إنه إذا إحنا انسحبنا كما يريدون من منطق مناطق اللي هم يقولون احتلال، والجيش يبطل ويرجعوا كلهم موزعين مثل ضيفك الكريم، وفي جنود احتلاليين يقوموا حيوانات مفترسة وحيوانات بهائم. أنت في داخلك لحظة. نصلوا إلى لحظة الحقيقة، يعني هذا تصير الضحك، هذا ناجي اليمين في الخطاب، يحمي مواطنيه هو جيش إخلاقي، فيش أوكسيمورون ولا بطيخ أصفر، من يحمي شعبه هو إخلاقي مهما كانت الظروف. كيف تفسر بأن هذا الحديث أو هذا الهجوم على كل شخص تحدث ليس بنهج الحكومة الحالية، لم يكن ولم يهاجم، إذا عدت في سنوات التسعين أو في في سنوات الثمانينات لم يكن هذا الأمر اليوم، وأنت تعي ذلك بشكل. أنا عشت في الثمانيات وقبلها. أنا لست. لا أنت شاب. في التسعينات. أنا بقول الديمقراطية لا حسنات وسيئات. لحظة. عندما تهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي
كن على استعداد صحيح. لاستلام ردود هناك الفعل. وظيفة للقائد. هناك وظيفة للقائد. نعم. هو ليس فقط الحكم. القائد يقود في نهاية المطاف ويجر ورائه الشعب الذي يقوده بالأخلاق، بالديمقراطية، بالتعددية، بكل أمر. نعم. لكن إذا كان لك قائد يقود بمسارات أو بمنحة مختلف لا يرغب به المجتمع الإسرائيلي، ودعني أقول لك بنهج عنيف. قلتك الأولى سيدي الفاضل. لماذا؟ أنا بدي أوضح لك والمشاهدين بجملتين أريد أن تلتقي. شو معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية تختار هذا الشخص الذي تشخصه وكأنه يتصرف عكس ما يريده الشعب. هذا غير صحيح. معظم الشعب الإسرائيلي يصوت من أجل هذه الحكومة السائدة اليوم، وهذه هي نتيجة الديمقراطية البختة، فيش غيرها. رمة الديمقراطية هي الحكومة المنتخبة اليوم في إسرائيل. قد يكون هناك الأقلية الباطلة التي لا تعتبر والتي تتجب تقليديا كل سياسة تتخذ وليس لديهم بديل. هم يريدون أن ننسحب من المناطق ويأتي المخربون إلى بيوتنا ويقتلون في السرايل. شو ماذا يريدون؟ أعود لك لشارت كوتلر للإعلامية الإسرائيلي. في نهاية المطاف هي إعلامية كما ذكرنا، ويقال ربما حتى بحرية التعبير للرأي أحيانا للإعلامي ربما لديه حرية بحرية التعبير عن الرأي أكثر من استغلال أي استغلال المنصة الإذاعية لتعبير آراء شخصية ليس لها دور، لا أحد يهتم بها. وذكرت قبل قليل أن هناك معسكر يخون في إسرائيل وهو الذي يتحدث عكس التيار. إلى أي مدى هذا الأمر يشكل خطورة على المجتمع الإسرائيلي؟ بنظري يشكل خطورة كبيرة. ربما الأمر الأخطر هو عدم وعي المجتمع وأغلبية المجتمع إلى أين يتجه المجتمع في عقاب ذلك. ولكن أريد أن أركز على الموضوع، أنا كصحفي كإعلامي أريد أن أركز على الموضوع الإعلامي. شوف الإعلام، اللغة العبرية، الإعلام العبري بشكل خاص أصبح في السنوات الأخيرة نرى التغيير السياسي الذي حدث في المجتمع الإسرائيلي باللغة، بالمصطلحات التي تستخدم. كان أنا أتذكر قبل أعتقد عقدين كان يدور الحديث حول تسمية المناطق، هل يسمح بتسميتها الضفة أو ربما بشكل آخر. اليوم المصطلح الشائع في الإعلام العبري هو يهودا وشمرون، يهودا والسامرة، أصبحت تهويد الضفة الغربية. أكثر من ذلك، الجيش الإسرائيلي عندما أنا بدأت تغطية المواضيع العسكرية كان يقال منطقة رام الله على سبيل المثال، مستوطنة كذا وكذا في منطقة رام الله، في منطقة بيت لحم. في السنوات الأخيرة تم تغيير هذه المصطلحات، أصبحت منطقة بنيامين، أصبحت منطقة إفرايم، كل المناطق وكأنها تهويد وإعطاء المصطلحات العبرية بهذه الطريقة. وأنا أقول لك عندما نستمع إلى الإعلام العبري نرى أن هناك نوع من الموقف السياسي في اللغة، في المصطلحات صحيح. التي تستخدم. الإرهابيين الذين دائما هم الجانب الآخر، الفلسطينيين دائما هم الإرهابيين. انت تتضامن معهم، لذلك هذا بالنسبة إليك أمر شاذ. انت تتضامن مع الطرف الثاني ولذلك لا اتضامن. لا هذا احاول استعراض موقف تحليلي نقدي. انا لا كيف يفسر من ياتي ويقتل المواطنين العزل في دولتك؟ لا اريد خوض هذا الموضوع. لماذا انت تستغرب عندما يشخص هؤلاء ارهابيين؟ لماذا؟ عن لغة الاعلام. ما هو العجيب في تسميتهم كمخربين؟ لماذا أصبحت المصطلحات العبرية هي بنيامين على سبيل المثل؟ بنيامين هذا اسمها صحيح قبل ما غزوا إلى البلاد هؤلاء الغرباء. هذا هو اسم هذا بالتحديد. ولكن هذا بالتحديد، هذه بالتحديد صورة الأمور، عدم
تحمل موقف الآخر، عدم تحمل المذيعة التي تتهم الجيش ببعض. قالت الأمر، ما المشكلة؟ قالت الأمر وهي لا تزال في شغل، ولا أحد بده يزيحها، عليها حراسة، عليها تهديد، قيل لها جواب، عليها تهديد بالقتل. هذه حدود ديمقراطية، الديمقراطية أي ديمقراطية مهددة بالقتل؟ لك حرية تعبير الرأي، ولكن عليك أن تكون الاستعداد لقبول الانتقاد. دعني، لكن هذه هي ديمقراطية. أنا لدي باع طويل معك في هذا المنبر. الديمقراطية ليست انتقائية بأمر معين أو بأمر آخر، الديمقراطية هي ديمقراطية للكل، بحتة للكل وللجميع ولكل. نحن متفقين على هذا، وأنا كنت خدمة عسكرية طويلة على اشتداد أن أموت من أجل حرية هذه الصحفية لتعبير رأيها. أنا أجد أن تعبيرها ما كانش في المكان المناسب، ما كانش في الوقت المناسب، ما استعملش الهدف المناسب، غلطانة، ولكن نعم. حق تعبير الرأي محفوظ لها. دعني أنهي جملة ربما قد يكون مصيرك مصير أشرت كوتلر. المجتمع لا يعي ما هو الانتقاد الذاتي، هو مجتمع مريض. كوتلر روفيل بيركو باحث المجتمع الإسرائيلي يعي. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. إيال عليمة، خبير شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذه المناظرة اليومية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. فقط في المجتمع الإسرائيلي.